بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله. أمين. أعتقد مفيش حد فينا إلا ويعرف بعض الحاجات الحلوة عن شخصية أبونا إبراهيم، مش كده؟ حد فاكر معايا في البداية أبونا إبراهيم ده عاش كم سنة على الأرض؟ 60 70 80 أكتر، يعني كام مثلا؟ طيب نقصر الطريقة على بعض. الحقيقة الراجل ده عاش 175 سنة. عاش كام؟ ده رقم مكتوب في الكتاب المقدس، يعني ما حدش اجتهد عشان يفكر فيه، بس حياة بالنسبة لنا احنا النهاردة حياة طويلة، مش كده؟ بس الحقيقة في قبله كانوا بيعيشوا حياة أطول قبل أبونا إبراهيم. بس قصة أبونا إبراهيم بقت حلوة ليه؟ موجودة في الكتاب المقدس ليه؟ لأنه على الأقل في ميزتين بيميزوا الشخص الرائع ده. الميزة الأولى إن الكتاب المقدس قال عن أبونا إبراهيم إنه هو أب لجميعنا. إذا هو مش إبراهيم هو الجد الكبير للشعب اليهودي لنسل إسرائيل؟ ده كلام صحيح، بس من الناحية الروحية كمان هو أب لكل اللي بيعيشوا بإيمان حقيقي مع ربنا. فالكتاب المقدس قال عنه إنه هو أب. أنا عايز كمان نقرأ الآية الصغيرة اللي تأكد الحقيقة دي في رسالة رومية أصحاح 4 وعدد 16. بيقول الكلمات دي على أبونا إبراهيم: لهذا هو من الإيمان. كلمة هو دي يقصد بها مين؟ أبونا إبراهيم. اللي يرجع في البيت ويقرأ الأصحاح ده مثلا من البداية يعرف الكلام ده بوضوح. فبيقول: لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل، ليس لمن هم من الناموس فقط بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا. يبقى الكتاب المقدس بيقول عن إبراهيم إنه هو أب لجميعنا، يعني هو من الناحية الجسدية أب للشعب اليهودي بس، بس من الناحية الروحية هو أب لكل واحد بيعيش الإيمان بطريقة صحيحة. حد مش واضح له النقطة دي؟ يبقى من أولى مميزات أبونا إبراهيم إنه هو مش تبع اليهود بس، لكن احنا كمان نقدر نقول النهاردة واحنا ملناش علاقة باليهود أبونا إبراهيم تبعنا ولا مش تبعنا، بس مش من الناحية الجسدية، لكن من الناحية ايه؟ من الناحية الروحية. ودي حاجة بيتميز بيها أبونا إبراهيم، مع ان الكتاب المقدس فيه أسماء حلوة كتير قوي غير أبونا إبراهيم، بس هل ينفع نقول ان موسى النبي العظيم بتاع العهد القديم هو أبونا؟ الكتاب المقدس ما قالش كده. من الناحية الروحية ينفع نقول مثلا انه أليشع النبي هو أبونا؟ أليشع شخص حلو جدا، بس برضه ما ينفعش نقول كده. لكن باعتراف الكتاب المقدس مين اللي ينفع يكون أب لكل المؤمنين في كل وقت؟ هو مين؟ أبونا إبراهيم. لكن في ميزة تانية تميز أبونا إبراهيم اللي بنتكلم عنه ده، مفيش حد في الكتاب المقدس اتذكر عنه انه هو خليل الله غير الراجل ده، فدي ميزة هو بينفرد بيها. وأبسط معنى عندنا كلمة خليل يعني ايه؟ صديق الله. يعني تخيل احنا النهاردة واحنا بنفكر في الشخصية دي بنتكلم عن واحد مش مجرد عابد لله ولا واحد يعني كان قريب شوية من ربنا، لكن لما بيقول عنه الكتاب المقدس خليل الله عشان يورينا قد ايه ممكن تنشأ علاقة بالإنسان موجود على الأرض، إنسان يعني تراب ورماد، وبين الله العظيم القدوس ده
طب العلاقة دي توصل إلى أي درجة؟ توصل لدرجة إن هي ممكن تكون علاقة خليل بخليله، يعني علاقة صداقة. وده أمر بيشجعنا جدا نتعلم يعني بعض أمور العلاقة دي من أبونا إبراهيم، عشان أكيد كلنا بنتمنى نكبر في حياتنا الروحية ونكبر في علاقتنا مع ربنا، وما تبقاش مجرد علاقة أروح له مثلا وقت ما تزنق، علاقة مصلحة كده عايز يعني أقرب منه عشان يسهل لي موضوع معين أو يفتح لي باب معين، لكن تبقى علاقة صداقة مستمرة. والحقيقة محبة ربنا الكبيرة جدا بتفتح الباب قدام أي واحد وواحدة فينا أنه يكون في علاقة الصداقة الحلوة دي مع ربنا. في آية حلوة ذكرها سليمان في سفر الأمثال وقال كده: المكسر الأصحاب يخرب نفسه، لكن يوجد محب ألزق من الأخ. والعبارة دي صحيحة تماما. الواحد لو عايز يعني يكتر أصحابه عشان يبقى له شلة كبيرة قوي، ده ممكن مع الوقت فعلا يخرب نفسه. لكن لو حافظ على العلاقة مع المحب الألزق من الأخ، هيبقى مقصود بمين هنا؟ الرب يسوع لكل المجد طبعا. فده فعلا اللي بقى مش يخرب نفسه، ده اللي يبارك نفسه، وده اللي يريح نفسه كل ما يكون في العلاقة الحلوة دي. والعجيب ان الكتاب المقدس لما يقول لنا عن ابونا ابراهيم ان هو خليل الله، مش يقولها مرة، مش يقولها اتنين، لكن يسجلها ثلاث مرات في الكتاب المقدس. يبقى لغاية دلوقتي شفنا مع بعض ميزتين حلوين يميزوا الراجل اللي هنتكلم عنه النهاردة. الميزة الاولى ان هو اب روحي لكل المؤمنين في كل وقت. الميزة الثانية ان هو الوحيد في الكتاب المقدس اللي يتقال عنه ايه؟ خليل الله. بس قبل ما نسيب الميزتين دول، يعني احنا كلنا مع الوقت ومع العمر السن بيكبر وبيتقدم بينا، هل فكرنا في تأثيرنا على الأجيال اللي ممكن تيجي بعدنا وإحنا بنتعلم تأثير أبونا إبراهيم وإيمانه خلاه لكل الأجيال اللي جاية بعده يحسب كأنه أب؟ هل ممكن نفكر في الحتة دي بالنسبة لنا؟ يعني عادة إحنا ممكن نفكر عايزين علاقتنا مع ربنا تمشي عشان نفرح، عشان نتعزى، عشان لما نصلي ونطلب منه طلبات يديها لنا. ده كلام كويس، بس مش فقط بنهتم بكده، لكن هل يا ترى بنفكر احنا هنأثر اللي مننا عنده أولاد مثلا بيأثر في أولاده ازاي من الناحية الروحية؟ واللي مننا مثلا خلاص ولاده كبروا وخلاص يعني شخصياتهم اتشكلت، طب هل بنفكر هنأثر ازاي في الناس اللي موجودة معانا في الكنيسة أو في الاجتماع أو في الأنشطة المختلفة اللي بنحتك بيها؟ مهم جدا يا رب يتقال عن كل واحد وواحدة فينا ده أب روحي أو دي أم روحية مثلا، يبقى احنا كده ماشيين في السكة الصح اللي مشي فيها إبراهيم. والحاجة التانية، ياريتنا نزود أكتر علاقتنا وعمقها مع ربنا عشان نبقى مش مجرد عبيد لي ولا مجرد ناس قريبة منه، لكن داخلين شوية أكتر وأكتر في حتة إن احنا نكون كأننا أصدقاء مع ربنا. طبعا الحكاية دي مش سهلة، لأنه الله ده عظيم جدا وأنا حتة بن آدم يعني لا رحت ولا جيت، بس لأنه هو إله محب وإله عايزنا نقرب منه أكتر، وإله بيعلن لينا عن نفسه، وإله عنده رسالة وعلاقة مع كل واحد وواحدة فينا، مش عايزنا نكون مجرد واحد عايش في الزحمة فبيصلي مع اللي بيصلوا بيرنم مع اللي بيرنمه، لا، ربنا عايزنا نكون في العلاقة الشخصية اللي تمكننا نكون في صداقة معاه أكتر وأكتر. إلا أنه الأعداد اللي قريناها في الأول عن أبونا إبراهيم بتكلمنا عن خطوات إيمان مشي بيها مع ربنا. الحياة الطويلة دي اللي كانت، قلنا كم سنة؟ عاش كم سنة؟ 175 سنة. بدأ سكته مع ربنا وهو عنده 100 سنة، 75 سنة. تاني عشان أنا أصلح الغلط ده. بدأ سكته مع ربنا عنده كم سنة؟
بيقول لنا الكتاب المقدس انه كان عايش في ارض العراق اللي هي حاليا العراق، بس كان زمان اسمها اور الكلدانيين. وربنا دعاه دعوة خاصة جدا وقال له اذهب من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي اريك. يعني لما كان عنده 75 سنة كانت كل حاجة عنده مستقرة. كان متجوز؟ كان متجوز. كان عنده املاك كده والمستقبل يعني متأمن بالنسبة له. الدنيا كانت حلوة جدا معاه. بس هو في المكان ده ربنا اختار بمشيئته وترتيبه الالهي انه عايز تبقى له علاقة خاصة مع شعب باكمله. ده لان ربنا قلبه كبير قوي، فمش عايز مجرد علاقة شخصية وبس، بيحب كل الناس. بس في الوقت اللي الناس كانت فيه في ايام ابراهيم بيعبدوا آلهة وثنية وماشيين يعني بسلوكيات وحشة جدا، لكن الرب دور على واحد ممكن تكون عنده الأمانة، وبيدور فعلا الواحد ده على ربنا، وبربنا وسط الناس الكتيرة دي اللي كانت عايشة على الأرض وقتها لقى الكلام ده متوفر وموجود في مين؟ في إبراهيم. فدعا إبراهيم إنه تبقى له علاقة معاه، يسيب أرضه يسيب عشيرته ويمشي ورا ربنا. طبعا احنا متخيلين حاجة زي كده، لو واحد النهاردة انا طالع من المكان مثلا واقول له ايه رأيك تيجي معايا، ابسط سؤال واول سؤال ممكن يسأله لي هيقول لي رايح على فين، عايزنا نروح فين. لكن الشيء العجيب هنرجع بقى نقرأ الايات اللي قدامنا دي. بيقول الكتاب بالايمان ابراهيم لما دعي عمل ايه؟ اطاع. وكأن دي أول حاجة رد فعل من إبراهيم ناحية دعوة الله. الله دعاه، وبعد كده الخطوة اللي عملها إبراهيم عمل إيه؟ أطاع. بصراحة الخطوة اللي بدأها إبراهيم دي هي أول خطوة مش ممكن تتبنى علاقة صحيحة مع الله مع أي إنسان إلا لو الخطوة دي موجودة. فتعالوا نسأل نفسينا ونفكر إحنا بنطيع ربنا إزاي؟ هو هل ربنا دلوقتي لما يحب يكلمنا في المعتاد يعني بيبعت ملاك من السماء يقول لنا هو عايز إيه؟ هل كل الناس ممكن ربنا يكلمها في أحلام أو يظهر لها بشكل مباشر؟ هل ده موجود مع كل الناس؟ بس في حاجة ثابتة الله لسه بيتكلم من خلالها ويعني في متناول كل الناس، والحاجة الثابتة دي اللي هي كلمته الكتاب المقدس. ربنا بيكلم كل إنسان النهاردة من خلال كلمته، بس المهم لينا الودن اللي تسمع صوته ولا لا. فالكتاب هنا بيقول لنا إبراهيم لما دعي أطاع. أطاع إنه يعمل إيه؟ يخرج، هيسيب أرضه وهيسيب عشيرته ورايح يا ترى لأنهي مكان. الآية دي بتقول لنا هو عارف المكان اللي هو رايحه، بتقول لنا كان عتيدا أن يأخذه ميراثا. حلو، هياخد حاجة ما كانتش معاه قبل كده. فخرج وهو لا يعلم، بص الكلمة الغلط اللي هقراها اللي جاية، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. كلمة قدامنا كده، مع اني لو اتقالت كلمة يذهب كانت يعني هتبقى مفهومة برضو. هو خرج، ربنا وعده هديك ارض، هيبقى لي علاقة معاك، هباركك وتكون بركة. بس ربنا قال له اديك الارض دي فين واديها لك امتى وتوصل لها بعد كم شهر ولا كم سنة، كل دي حاجات مش عارفها. بس كأنه متأكد تماما ان ربنا مدام دعاه الدعوة دي ربنا كفيل ان هو يحققها. فعشان كده بنقرأ الكلمة اللي انا قريتها غلط في الاخر دي، خرج وهو لا يعلم الى اين يأتي. يعني كأنه متأكد تماما انه هيوصل، سواء حتى لو مش عارف الوقت او مش عارف المكان بالتحديد، بس عارف انه مدام الدعوة جات له من ربنا يبقى لازم الكلام هيتحقق.
شوفوا طاعة ربنا مع إبراهيم وصلته لدرجة إيه؟ مين فينا ممكن يروح محطة القطر مثلا وتسأله أنت رايح فين؟ يقول لك مش عارف. طب أنت هتركب أنهي قطر؟ بصراحة مش عارف، بس دي دعوة ربنا قالها لإبراهيم بهذا الشكل. قد إيه الإيمان كان فارق، لأنه لما عمل الكلام ده كله وطاع الطاعة دي، أول كلمة بدأت بيها الآية اللي قدامنا بتقول إيه؟ يعني لما أطاع ولما خرج ولما كان متأكد إنه هو هيوصل، كل ده عمله بالإيمان. مهم جدا وإحنا قاعدين دلوقتي بنسمع عن إبراهيم نفكر الإيمان اللي في قلبنا ده عبارة عن إيه. هل الإيمان بالنسبة لنا هو إني أسمع وعظات وأعرف موسى عمل إيه، وأعرف المسيح عمل معجزات إزاي، وأعرف المسيح اتصلب على الصليب إزاي، وتبقى بالنسبة لي كل الحقائق الكتابية دي مجرد معلومات؟ ممكن للبعض تبقى معلومات، لكن تعرفوا حبايب الكلام ده يتحول يبقى إيمان حقيقي إزاي؟ لما كل اللي أنا بعرفه ده أبقى عايش حياتي طبقا ليه، بنفذه وطبقه وعيشه في حياتي، يبقى هو ده إيمان. عشان كده مرة الرسول يعقوب في رسالته قال الكلمة الحلوة دي، قال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. مفيش حد فينا يقدر يشوف الإيمان اللي جوه قلب شخص تاني، حدش يقدر يشوفه، بس يقدر يشوف أعمال الشخص ده، سلوك الشخص ده، تصرفات الشخص ده، وبناء على اللي هو هيشوفه هيقدر يحكم على إيمانه. ده إيمان حقيقي وموجود ولا لأ؟ فيا ترى لو اتحطينا قدام السؤال ده، إيماننا ظاهر في حياتنا، ظاهر في أعمالنا، ظاهر في طريقة كلامنا؟ مهم قوي يكون لنا نفس نوعية الإيمان اللي كان عند إبراهيم. بس أتاري إبراهيم مش أطاع بس، لكن عمل خطوة تانية بقت يعني موجودة بشكل واضح في كل حياته. في الآية اللي بعدها على طول آية 9 بيقول لنا برضو حاجة عملها بالإيمان، عمل إيه؟ تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة. إيه حكاية أرض الموعد دي؟ دي الأرض اللي ربنا قال له هخليك تورثها وهديها لك تبقى ملك ليك ولنسلك، فاسمها أرض إيه؟ الموعد، لأن مين اللي وعدوا بيها؟ ربنا. طيب تعالوا نحط نفسينا مكان إبراهيم في الوقت اللي وصل فيه أرض الموعد، أرض كنعان. ولو إبراهيم شخص بتهمه الأمور الأرضية والجسدية أكتر من علاقته مع ربنا، عارفين كان ممكن يعمل إيه؟ كان ممكن يقول الحمد لله رستق نفسك يا إبراهيم في الأرض، لأن دي الأرض اللي مين وعدك بيها؟ ربنا وعدك بيها. وبعدين بص على قد ما تقدر، أنت هتاخد لغاية الحتة دي؟ لا لا، ربنا وعدك هتاخد لغاية أبعد منها، ويوصل الحتة اللي أبعد منها ويقول لا ده لسه ربنا وعدني أخد حتة تاني في الأرض. فكان ممكن إبراهيم قلبه وأفكاره يرتبطوا بإيه؟ بالأرض، والحمد لله بتاعتي. تخيلوا زي ما واحد كده ياخد شقة جديدة، ربنا يكرم الكل يعني، ويخش الشقة كده يعني نافش ريشه كده ومتكيف ومبسوط إن الشقة دي بقت إيه؟ العجيب بقى ان الآية اللي احنا بنقراها دلوقتي بتقول لنا ابراهيم لما راح ارض الموعد ما بتقول لناس سكن فيها ولا فرح بيها ولا يعني كده اعتبر انه لقى كنز الارض دي بالنسبة له، لكن وصل ارض الموعد راح عمل الحاجة الغريبة اللي بتقولها الآية بالإيمان، عمل ايه؟ تغرب في ارض الموعد كأنها يعني هو اعتبر نفسه في الأرض اللي ربنا وعده بيها إنه هو شخص غريب. ولأن قلب إبراهيم من جوه ما كانش بيتكيف مع الأمور الأرضية، لكن بيتكيف مع الرب ومع العلاقة معاه ومع الأمور السماوية، فبقت أرض الموعد بالنسبة له
مش حاجة بتاعته جاية على هواه وعلى مزاجه، لكن اعتبرها انها بالنسبة له ايه؟ غريب. يعني حصل الحاجتين مع بعض، هو عاش في الارض غريب، وطول ما هو عايش فيها بيعتبر الارض دي بالنسبة له كمان غريب. اللي احنا بنحكيه ده معناه ايه؟ معناه ده شخص رجليه كانت ماشية على الارض، بس قلبه وافكاره وطموحاته واحلامه كلها مش في الارض، لكن مع مين؟ مع الرب فوق. عشان كده بنقرا في الايه اللي بعدها، ايه 10، بنقرا العباره دي، انه كان ينتظر. ده هو عايش في ارض الموعد، مش بينتظر يملك فيها اكتر، لا ده هو مش عايز فيها حاجه خالص لان هي غريبه بالنسبه له. فكان ينتظر المدينه التي لها الاساسات التي صنعها وبارئها الله. السؤال، هي المدينه اللي كان منتظرها ابراهيم دي موجوده في انهي حته في ارض الموعد؟ لا دي مش موجوده في الارض خالص، لكن دي المدينه اللي كان على ايمان ويقين انه هيوصل لها بعد ما تنتهي حياته هنا على الارض. والمدينه دي مش بقى فيها ظلم ولا فيها فساد ولا فيها شر ولا فيها خطيه، لكن بيقول عنها المدينه اللي كل حاجه فيها حلوه، فقال التي لها الاساسات، لان مين اللي صنعها؟ مين المهندس اللي خططها وخلاها جميله بهذا الشكل؟ طبعا مش جميله في المباني بتاعتها، لكن مدينه جميله بمعنى ان فيها كل البر، فيها كل القداسه، فيها كل الاستقامه، فيها كل الامانه. وده اللي فعلا هيكون نصيب كل مؤمن لما يوصل للابديه في النهايه. هل هناك في السماء ولا في الابديه؟ هنلاقي حته صغيره غلط، هنلاقي حته شريره صغيره، لا، الكلام اللي بنقراه في الايه دي ينطبق على الوضع اللي هنكون فيه في السماء. لكن اذا كنا بنشوف ابراهيم اطاع بالايمان وابراهيم تغرب بالايمان، ده بيساعدنا اكتر نفكر في طاعتنا للرب شكلها ايه، ونفكر في احلامنا من ناحيه المستقبل. احنا بنخطط لمستقبلنا ازاي؟ ويا بخت الانسان اللي يبقى عامل زي ابراهيم كده، هو مش مستني حاجه هنا على الارض، مع ان بصراحه الارض ممكن تدينا كتير، فممكن تدينا مستقبل زمني افضل، ممكن تدينا معيشه على الارض بامكانيات افضل، جايز تدينا وجايز ما تديناش، بس يا ريت يبقى مش فارق معانا زي ما كان حال ابراهيم، لان قلبه مرتبط كله مش باللي هياخده في الارض هنا، لكن باللي هياخده في السماء مع الرب. خلوني اسال سؤال صعب، هو اللي بيفكر في الحياه بالطريقه بتاعت ابراهيم دي شخص مغفل؟ ها؟ شخص مغيب؟ بالعكس، ده هو ده افضل وضع ممكن تتعاش بيه الحياه. عشان كده عايز اخدكم لنقله صغيره في العهد القديم عن حياه ابونا ابراهيم. الحياه الطويله دي اللي كانت 175 سنه، ممكن نقرا عنها تفاصيلها، يضايقكم لو اقول ارقام شويه، ها، نقرا تفاصيلها بدءا من سفر التكوين اصحاح 12 وتنتهي تفاصيلها في سفر التكوين اصحاح 25. دي كل الأصحاحات اللي بتذكر حياة مين؟ حياة إبراهيم. بس وسط الأصحاحات دي جت عبارة تساعدنا نقسم حياة إبراهيم بشكل نفهمه أكتر. إيه العبارة دي؟ العبارة دي خلوني أقراها الأول، ويعني ياريت نجيبها على الشاشة، في سفر التكوين أصحاح 15 وعدد 1. بص عبارة صغيرة، بعد هذه الأمور، ويبتدي يحكي لنا حاجات حصلت مع إبراهيم بعد كده. كلمة بعد هذه الأمور تقدر تقسم لنا حياة إبراهيم إلى ثلاث أقسام. فالجزء اللي قبل أصحاح 15 هنعتبره ده الجزء الأول في حياة إبراهيم، وتيجي بعده الكلمة دي في أول الأصحاح،
أول أصحاح 15. نكمل قراية من أول أصحاح 15 وإحنا ماشيين لغاية ما نوصل لأصحاح 22، نلاقي العبارة دي بتجيلنا تاني. أصحاح 22 عدد 1 يقول: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. يبقى لما بنقرأ وكان بعد هذه الأمور أو حدث بعد هذه الأمور، هناخد العبارة دي، العبارة اللي تقسم حياة إبراهيم. فلو مشينا بالشكل ده، يبقى عندنا حاجة ذكرها الكتاب من أول أصحاح 12 لغاية أصحاح 14، ده قسم. حاجة تانية من أول أصحاح 15 لغاية أصحاح 21 لما يخلص. حاجة التالتة أو القسم الثالث من أول أصحاح 22 لغاية ما تخلص حياة إبراهيم. مين يفكرني فقلت في أصحاح كام؟ أصحاح 25، تمام؟ بس عايزين نحط عنوان بسرعة يعني يلخص لنا الحياة الحلوة اللي عاشها إبراهيم دي ويتناسب مع كل جزء. في الجزء الأول إبراهيم ربنا دعاه، فرح سايب أور الكلدانيين ومشي ورا ربنا. فنقدر نحط عنوان للجزء ده ونسميه كده: الدعوة والإيمان. الدعوة والإيمان. طب فضل إبراهيم ماشي ورا ربنا،